امسينا امس الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق دمنهور الدولي العمومي ومعاكم قناه المواشي اليوم، وتعالوا نشوفوا الفحوله العجول الذكوره الجاموس اللحم والطلوقه الثقيله يا جماعه في سوق دمنهور مع الناس المحترمين. مساء الخير يا معلمي. كل سنه حضرتك طيب. عرف المشاهد باسمك. احمد ابراهيم حبيبي. المعلم احمد ابراهيم حبيب قاعد فين بالظبط؟ بركة غطاس ابو حمص يا جماعه، اكبر تجار عجول ذكوره جاموس لحم بسم الله ما شاء الله، وطلوقه كمان الله اكبر على المال بسم الله ما شاء الله. اللي يشوف المال ده يذكر الله، اذكر الله وقول لا اله الا الله، افطن يا ابن ادم. الله اكبر الله اكبر. المسلم اللي موحد بالله اللي معود حنكه على ذكر الله قول لا اله الا الله، اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر على المال بسم الله ما شاء الله. اللي يشوف المال ده يذكر الله. الله اكبر الله اكبر. دبابات العجول الذكوره الجاموس الله اكبر. كم معلمه بمرد الله؟ بمرد الله والله جامد بيه جامد بيه. محدش عمل لسه؟ لسه محدش عمل يا جماعه اهوت بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال. مالك بسم الله ما شاء الله. عليه الف صلاه. خلق ربنا بقى عيان علينا لوحدين على الكل. على الكل طبعا. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر الله اكبر. اللي يشوف المال ده يذكر الله ويقول لا اله الا الله. مال يا جماعه وحلاوه اهوت بسم الله ما شاء الله. على المال الله اكبر الله اكبر بسم الله ما شاء الله. عملت كام يا معلمي بمرض الله؟ 50000. 50000 بسم الله ما شاء الله. ايه رايك يا معلمي؟ هذا فرق فلوس كبير جدعا معاه. مال صلاه النبي عليه اهوت بسم الله ما شاء الله. 50000 انعمل يا جماعه اهوت وصاحبه مش راضي اهوت بسم الله ما شاء الله. لسه ما جابش عدالته صح يا معلمي؟ اللهم صل عليك يا نبي بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك. نظرتنا في 60000 ان شاء الله. نظرتكم في 60000 بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. يعني تقريبا يجي قد ايه ميزان برضه انت ليك نظري؟ يجي 6500 ان شاء الله. يجي 650 700 يا جماعه بسم الله ما شاء الله على المال. الله اكبر الله اكبر بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. اللهم صل عليك يا نبي. مال وحلاوه ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي هياخد المال الله يبارك له. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. معاكم حاجه غيره ثاني؟ معانا جاموسه والده. جاموسه والده في السوق الوادي. معلم ايمن. مع المعلم ايمن الله يبارك لكم ويصلح حالكم. معاكم رقم تليفوننا اخدوا له حد اصحاب موجود جاموس والد وعجول ذكوره لا. كام الرقم؟ 012 735 487 347 اي حد يتواصل معاكم تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعملوا معاه واجب. الله يبارك لكم ويصلح حالكم وحال الجميع يا رب اللهم امين. بسم الله ما شاء الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.